Hello, my students. Mrs. Dalia Samir with you, and this is our lovely channel, Enjoy Science. يا يقولك بسرعة اشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش عشان يتابع معايا كل دروس سنة خمسة السنة دي. احنا مكملين مع بعض يا ولاد concept one و listen to هيكلمنا بقى عن do plants need soil? do plants need soil? هل ال محتاجة ال soil? ضروري ولا مش ضروري؟ جبنا سيرتها شويه في الدرس الاولاني لكن المره دي الدرس كله بس بيتكلم عن فكره السويل. هل البلانت محتاج سويل ولا لا؟ تعالوا يا ولاد بس نحل مع بعض الاكسرسايز اللي كنا اخدناه في نهايه الدرس الاولاني كان بيقول لنا تشوز نمبر 1 بلانتس اند هيومن. النباتات والانسان are similar in some basic needs. هم زي بعض في بعض الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم. ايه الاحتياجات الاساسيه؟ المشتركة بين الـ plants والـ human. يعني الـ plants محتاجها النباتات محتاجها والـ human برضو محتاجها مم. فاكرين احنا خدنا كده جزء خدنا فيه احتياجات أساسية لكل الـ living organisms. مش بس البلانت plants والـ human والـ animals كمان اللي هما مين يا ولاد اللي هما number B water and air المية والهواء كل الـ living organisms تحتاج الـ water, تشرب تمام وكل الـ living organisms محتاجه air محتاجة الهوا تمام لكن الحاجات الباقية بقى ممكن تختلف يعني الـ محتاج سويل سويل هنلاقيها في A وفي D في اختيار D وفي اختيار A الاتنين فيهم سويل بس السويل ده للـ بس الـ و ما فيهاش سويل طب سي ما فيهاش سويل يا مس بس دي مكتوب Sunlight and Sugar Sunlight and Sugar هل الـ Sunlight والشجر احتياجات أساسية للـ Plants ماشي ممكن يحتاج اللي اتنين يحتاجوا الشمس طب الشجر لا الشجر ده البلانت بينتجه مش بيحتاجه فاكرين لما قلنا البلانت ده من الحاجات الشجر من الحاجات اللي البلانت بينتجها produce sugar from photosynthesis process طيب number two the space of plant انهي جزء في البلانت بالظبط اللي absorb water and nutrients from the soil absorb water and nutrients from the soil بيمتص المية والنيوترينس والتغذية من الصايل اه اللي جوه الصايل ايه الجزء اللي جوه الصايل هو الروتس الروتس الجذور تمام اوكي okay. نمبر 3 بيقول لي plants make their food by space process اسمها ايه البروسس اللي فيها البلانت بيقدر يعمل الاكل بتاعه برافو عليكم البروسيس اللي فيها البلانت بيقدر يعمل اكله هي الفوتوسينسس process photosynthesis بروس تمام عملية البناء الضوئي اللي بياخد فيها السان لايت والكربون دايكسايد من الهواء والووتر من السويل ويبدأ يجهز الأكل بتاعه اللي هو بيكون عبارة عن الشجر طيب نمبر فور space and space are from the plant needs to make photosynthesis يا ترى ايه الحاجات الاساسيه اللي محتاجها البلانت عشان يعمل photosynthesis process اه نمبر بي كربون ديكوسايد اند ووتر كاربون ديكوسايد اند ووتر نمبر اي كانت بتقول اكسجين ووتر. الاكسجين البلانت بيحتاجه ولا بينتجه افتكروا القصه دي البلانت produce اكسجين الاكسجين ده حاجه من الحاجات اللي بتنتج من الphotosynthesis مش اللي هو محتاجها يبقى ايه ودي الاثنين فيهم كلمه اكسجين مش هينفعوا معايا طب سي لا سي ووتر and earthworms وورمز ووتر اوكي هو محتاج ووتر لكن ايه الايرث وورمز مش من ضمن الحاجات الاساسيه في عمليه الفوتوسنسز الايرث وورمز دي الديدان اللي في الارض تمام لا هو محتاج كربون دايوكسيد من الاير ومحتاج ووتر طبعا في وجود السان لايت لكن هي دي الاجابه الصح الاختيار الصح اللي هنا كربون دايوكسيد اند ووتر اوكي طيب نمبر 5 ووتر اند nutrients ووتر and nutrients. المية والتغذية are carried from the roots to the leaves. بتحمل كده من الروتس roots من الجذور تحت لغاية الأوراق. إيه اللي في النص سرو إيه؟ يعني بتمشي خلال إيه عشان توصل لل leaves؟ آه لازم تمشي خلال طبعا the stem طبعا the stem الساق. إحنا قلنا البلانت بيتكون من roots stem leaves فعشان يعدي الووتر والنيوترينتس اللي الروتس عملت لها ابزوربشن تحت في السويل وتروح للليفز لازم تعدي على مين مين اللي بيوصل الستم ذا ستام، اوكي تعالوا كده في بدايه درسنا الجديد عايزاكم انتوا تكتشفوا كده بنفسكم بصوا كده على البيكتشر دي هل تتخيلوا كده ان احنا لو معانا الحاجات دي لوحدها هل نقدر نزرع بلانت جديده يعني انت بس مجرد معاك بيبر تاول تمام ورق المناديل ده تمام بيبر تاول ومعاك ووتر ميه ومعاك سام سيدز بعض من البذور كده شايفين البذور الصغيره دي بتتباع كده في اكياس يا ولاد جاهزه ممكن يعني بذور صالحه ان انا ابدا ازرعها تمام فلو انا عندي سيدز وبيبر تاول ووتر بس هل اقدر ازرع Could we plant with these things? نقدر نزرع بالحاجات دي بس لوحدها؟ إيه رأيكم؟ هنختلف صح؟ في ناس هتقول آه ممكن في ناس هتقول لا ايه يعني مناديل بس كده ازرع بيها تمام تعالوا نشوف كده مع بعض في درسنا هنكتشف مع بعض ينفع ولا لا Do plants need soil? هل البلانتس محتاجه للسويل؟ To prove that soil is not a basic need for plants to grow عشان نثبت ان السويل مش احتياج اساسي مش basic need لل انها تنمو هنعمل يا ولاد إكسبيرمنت بسيطه كده تجربه وهي دي كل الدرس على فكره يعني الدرس كله الدرس ده lesson 2 كله عباره عن experiments دي التجربه دي تمام يعني احنا يعني متفائلين كده بمنهج سنه خمسه الدروس شويه معقوله كده ولطيفه مش متشعبه قوي زي رابعه تمام؟ فركزوا كده معايا نفهمها حلو مع بعض. We will germinate some seeds. We will germinate some seeds. هنجيب شوية بذور ونحاول نعمل لها عملية إنبات. تمام؟ الجرمينيشن اللي هي عملية إنبات البذور، إن البذرة دي بس تكون نبتة صغيرة سيدلينج علشان تبدأ تكون لي بلانت كبير. فعملية الجرمينيشن دي ممكن أجرب بقى ها هجربها في حاجتين مرة هجرب أزرعها إن a wet paper towel شايفين البلايت دي البلاستيك بلايت دي جواها من جوه paper تاول. فيها بس ايه مناديل يا ولاد مناديل ورق عادية جدا بس wet paper towel يعني ايه يعني لازم أبلها لازم تكون مبلولة مش جافة اوكي يبقى دي أول طريقة إن أنا هاخد شوية من السيدز وهحطها في wet paper towel وازرعها تمام ونشوف طيب وإيه الطريقة التانية هزرعها بقى في السايل الطريقة المعتادة إن أنا أحطها جوه السايل هحط السيدز دي جوه السايل وشوفها هتنمو إزاي فإحنا هنجرب في التجربة بتاعتنا إن إحنا نعمل جيرميشن، نعمل عملية إنبات للسيدز بالطريقتين مرة في البيبر تاول ومرة في السايل ونشوف هل في فرق ولا لا هنجيب التولز دي يا ولاد دايما في اي اكسبيرمنت بيبقى عندنا تولز محتاجينها ادوات محتاجينها عشان نعمل التجربه طيب اول حاجه محتاجينها ايه محتاجين بلاستيك كاب كونتينز بوتينج سويل هنجيب بلاستيك كاب تمام زي ده كده بلاستيك كاب ونحط فيه بوتينج سويل تربه نقدر نحطها جواه علشان نبدا نزرع فيها طيب ايه كمان تاني هجيب كمان بلاستيك بليت البلاستيك بليت بقى ده للبيبر تاول تمام يبقى الكاب علشان السويل والبلاستيك بليت هحط فيه البيبر تاول بعد شوية تمام يبقى هجيب طبق بلاستيك عشان أحط فيه بعد كده المناديل اللي هزرع فيها برضو وأجرب طيب محتاج كمان ووتر في الحالتين سواء حطيت السيدز في السويل أو في البيبر تاول في الحالتين أنا هحتاج أديها مية تمام يبقى هجيب ووتر إيه كمان تاني يا مس؟ هنجيب البيبر تاول زي ما جبنا كاب فيها سويل هجيب البيبر تاول هحطها في البلاستيك بليت تمام في طبق البلاستيك طيب هجيب كمان بقى البذور اللي انا هزرعها سيدز بين سيدز اهو هو قال لنا في التجربه 6 بين سيدز هناخد سته بس من البذور دي تمام من بذور الفول دي ونعمل ايه ونبدا نحط ثلاثه هنا وثلاثه هنا هنشوف طيب وبعد كده كمان عايزين مترك رولر عايزين رولر تمام مسطره طب يا مس ايه اللي جاب المسطره احنا هنزرع بالمسطره لا هتعرفوا بعد شويه بس اصبروا تمام هنقيس بقى البلانت ده بعد ما ينمو نشوف في الاثنين طوله واحد ولا لا او كده ونجرب يبقى تاني كده بسرعه التولز بلاستيك كاب كونتينز بوتينج سويل بلاستيك بليت اللي هحط فيها البيبر تاول ووتر طبعا عشان ازقي الاثنين تمام وكمان عندي السيدز البين سيدز بذور الفول اللي انا هزرعها 6 3 هنا و3 هنا طيب والمتريك رولر هجيب برضو المسطرة اللي هحتاجها في النهاية عشان اقيس بيها البلانت اللي هينمو تمام مش كده مع بعض يا ولاد اول خطوة مع بعض اي اكسبيرمنت يا ولاد بيبقى فيها ستيبس بيبقى فيها خطوات فاول خطوة عندي هعمل ايه؟ use water to wet the paper towel انا هستخدم الميه اللي احنا جبناها دي تمام زي ما شايفين في البيكتشر كده هستخدم الووتر تو ويت ذا بيبر تاول عشان ابل بيها المناديل بتاعتي تمام يبقى مش عايزاها ناشفه انا عايزاها مبلوله اوكي طيب وبعد ما بلها يا مس هنعمل ايه نمبر 2 بليس 3 سيدز هحط 3 تلاتة من البذور اللي احنا جبناها بتاعة البين سيدز اوكي in the توب half of the paper تاول في منتصف ها البيبر تاول من فوق يبقى في نص البيبر تاول في نص المنديل من فوق هحط الايه ال3 سيدز وبعدين زي ما شايفين كده في الصوره انا قعدت اختار لكم كده الصوره عشان تبقى واضحه باين كده فيها ان احنا بنعمل ايه في المنديل اه فولد ذا بوتوم هاف اوف ذا تاول اب يعني ايه يعني انا هتني فولد هتني البوتوم هاف اوف ذا تاول اب الجزء اللي من أسفل بتاع التول بتاع المنديل هتنيل فوق أقفل بيه على السيدز أقفل بيه على السيدز اللي أنا حطيتها في النص دي تمام؟ So that it covers the seeds وفي الحالة دي يبقى كده كأنها عاملة إيه؟ عاملة تغطية بتغطي السيدز تمام؟ طيب بعد ما عملنا حطينا ووتر في البيبر تاول وحطينا 3 سيدز في النص وبعدين قفلنا عليها تمام بالبوتوم هاف بالجزء الاسفل بتاع التاول، قفلنا على السيدز دي تمام بقت عامله لها كفر هعمل فيها ايه بليس ات ان ذا بلاستيك بليت بعدين هحطها بقى في طبق البلاستيك اللي احنا قلنا نجيبه في الاول تمام يبقى انا حطيت البيبر تاول وحطيت فيها ميه وجواها السيدز وقفلت على السيدز ب... بالجزء الاسفل من البيبر تاول برضو من المنديل تمام خلاص كده البذور بقت في النص ومن تحت وفوق متغطية بالمنديل المبلول ده جوه البلاستيك بليت جوه طبق البلاستيك طيب هنزرع بس في البيبر تاول لا احنا قلنا برضو هنزرع في الصويل plant the other three seeds هزرع ال three seeds التانيين هحطهم فين in the cup that contains the soil and water them هحطهم في الكب اللي فيها soil بقى اللي فيها تربة تمام وهبدأ اديهم ميه، وهبدأ اديهم برضو ميه، اوكي؟ يبقى الاثنين اللي, اللي في البيبر تاول واللي في السويل اخدوا ميه. place the plate and the cup in a place exposed to sunlight يبقى انا هجيب البليت plate اللي اتزرع فيه السيدز اللي في البيبر تاول، وهجيب الكب اللي فيه soil، الاثنين هحطهم فين؟ الاثنين هحطهم exposed to sunlight in a place exposed to sunlight يعني في مكان معرض للشمس place exposed to sunlight طيب وبعدين check the growth of seeds كل شوية بقى هفحص النمو بتاع seeds over the next several days على مدار ايه الايام اللي هتعدي بعد كده تمام wet the paper towel and water the soil as needed زي ما انا هخليهم معرضين للشمس زي ما برضو في نفس الوقت هعمل ايه ويت ذا بيبر تول هبل كل شويه المناديل تمام اللي انا زارع فيها الثري سيدز وفي نفس الوقت برضو ووتر ذا سويل وهزقي ميه برضو للسويل اللي انا حاطط فيها ثري سيدز التانيين يبقى هدي الاثنين ميه هدي الاثنين ميه والاثنين اكسبوزد تو سان لايت اديتهم احتياجاتهم هما الاثنين يبقى الفرق بس في نوع المكان اللي هم مزروعين فيه، واحدة في البيبر تاول، واحدة في السويل. يا ترى هيفرق بعد كده النمو بتاعهم ولا لأ؟ بيقول لي نمبر 6: measure the growth of each seed using the metric ruler. يبقى أنا هجيب بقى المترك ruler أهي دورها هنا، هبدأ أقيس بيها each seed كل بذرة من اللي أنا زرعتهم، سواء في السويل أو في البيبر تاول، هجيب الميجرنج رولر تمام؟ هجيب الرولر علشان أقيس بيها الطول بتاعها قد إيه؟ هل كل السيدز طولت بنفس المقدار ولا لأ؟ هل في اختلاف؟ هنشوف مع بعض. تعالوا نشوف بقى إيه الاوبزرفيشن observation بتاعنا. Observations هنا الملاحظة اللي إحنا لاحظناها بعد ما عملنا التجربة. تمام؟ بعد ما خلصنا الاكسبيرمنت بتاعتنا، هنشوف بقى لاحظنا إيه يا ترى؟ Number one، the initial dross of the seeds placed in the paper towel is similar to that of the seeds planted in the soil. تاني، the initial growth يعني the initial growth؟ النمو المبدئي، النمو الأولي، تمام؟ يعني في البداية بس يا ولاد، النمو اللي في البداية بتاع السيدز seeds اللي موجودة في الـ paper towel is similar to that of the seeds planted in the soil يبقى النمو في البداية الانيشال initial growth نحفظ كده مع بعض ها initial growth في البداية نمو بنفس المقدار في البداية يعني بعد أيام قليلة كده في بداية الجيرميشن في بداية الإمبات بتاعته الاتنين كانوا similar الاتنين كانوا similar تمام الاتنين نبتوا بنفس ايه بنفس الطول بتاع الـ plants ده في البداية يبقى الانيشال initial growth of the seeds placed in the paper towel similar to that of the seeds planted in the soil. متساوية مع seeds اللي نمت اللي بدأت تعمل germination وبدأت تنمو في السويل. البلانت اللي نتج هنا والبلانت اللي نتج هنا الاتنين متساويين في في طولهم في النمو بتاعهم. ده اسمه initial growth يعني النمو الأولي اللي لسه في البداية. لكن number two تعالوا نشوف بقى the seeds grown without soil wouldn't grow as quickly as the seeds in the soil. seeds يا ولاد اللي نمت من غير السويل without soil يعني في البيبر تاول كان النمو بتاعها مش quickly not grow as quickly as مش سريع زي السيدز اللي نمت في السويل يعني ال initial growth كانوا زي بعض كانوا similar لكن بعد ما سبتهم بقى أيام أكتر لأ اللي في السويل بتنمو بشكل اسرع اللي في السويل مور more quickly than the seeds in the paper towel. تمام؟ طيب يبقى السيدز اللي بتنمو grown without soil من غير soil يا ولاد ها وودنت جرو grow as quickly as the seeds in the soil مش هتنمو بنفس السرعة بتاع السيز اللي في السويل اللي في السويل اسرع باين حتى من البيكتشر شايفين البيكتشر دي سيبكم من الكلام اللي فوق احنا عايزين بس ايه ان في عندي مجموعه في البيبر تاول وفي مجموعه في السويل مين فيهم اطول من الثاني بعد وقت شويه هلاقي اه اللي في السويل لا بدات تنمو اكتر واسرع بصوا شايفين الستم بتاعتها اطول ازاي في البيكتشر لكن اللي في بيبر تاول اه ماشي هي زرعت برضو كويسه بس مش هتلاقيها تزيد قوي عن كده خلاص هتلاقوها بقت بطيئه في النمو بتاعها يعني ما اقدرش اكمل فيها الانبات انا ممكن اخد السيدلينجز دي اللي نامت في البيبر تاول واروح حطها بقى في سويل بعد كده تكمل النمو بتاعها فاهمين الفكرة؟ لكن هي محتاجة في النهاية للسويل لأن في السويل السيدز هتنمو أسرع هتنمو أسرع طب إيه الكونكلوجن بقى اللي أنا استنتجته هنا؟ الكونكلوجن يعني الاستنتاج يا ولاد كونكلوجن يعني استنتاج خلصت الإكسبريمنت بتاعتي وشفت الملاحظة معنى إن السيدز اللي without soil wouldn't grow quickly as quickly as the seeds in the soil طب أنا استنتجت إيه من كده؟ انه البلانتس can grow without soil هي بتقدر البلانتس فعلا تنمو من غير السويل في البدايه if they have water and sun يبقى لو البلانتس عندها water و sun الاتنين متوفرين في ميه وفي sun وفي ضوء الشمس الاتنين حاجات من البيزك needs بتاعتها تمام فا اه اوكي البلانتس can grow without soil ممكن فعلا البلانت يبدا ينمو من غير السويل دي حقيقه تمام يبقى لما يقول لي جمله رايت right ورونج مثلا وهيسالني هل البلانتس كان can grow without soil؟ اقول له اه يس ات كان جرو without soil تقدر فعلا تنمو من غير soil. دي جمله مش غلط ما دام عندها الووتر والسان. لكن لكن بقى بصوا بقى الكونكلوجن number نمبر تاني حاجه كده في الكونكلوجن ان البلانتس كان can grow without soil for a while. But finally they need soil يبقى البلانتس تقدر تنمو من غير soil بس for a while لوقت قليل لوقت بسيط في البدايه في الـ initial growth في الـ initial growth تمام في النمو الاولي في بدايه الانبات but finally لكن في النهايه they need soil لو انا عايز اكمل نمو النبات ده ويكمل يبقى plant كبير يبقى انا لازم اكمل زراعته في السويل يبقى انا لازم اكمل زراعته فين في الصويل اوكي طيب يبقى تاني الconclusion plants can grow without soil اوكي if they have water and sun but plants can grow without soil for a while تقدر تنمو فعلا من غير soil لوقت بسيط but finally they need soil هنا بقى يا ولاد بيوريني حاجة اسمها hydroponic system Hydroponic system ده system يا ولاد فيه ايه عبارة عن ايه Means a place full of water مكان مليان مياه That contains important minerals For the plant to grow يبقى المكان ده مليان مياه ومع المياه فيه ايه المياه دي contains important minerals فيها المعادن اللي الplant محتاجها تمام حاجات من nutrients يعني تغذية للplant يبقى ووتر ومينيرالز ووتر ومينيرالز اللي البلانت محتاجها عشان ينمو هنا انا البلانت ما زرعتوش لا في بيبر تاول ولا في سويل ولا حاجه لكن حطاه في سيستم شايفين هو مكبر لي حته صغيره كده من التاور ده هو طبعا الهايدروبونيك سيستم ده ليه ديزاينز مختلفه يعني ممكن يبقى بكذا ديزاين بكذا شكل وبكذا نظام لكن نفس الفكره ان انا عندي حاجه فيها ووتر بامب كده عندي حاجه بتضخ الميه بتخلي الميه تتحرك توصل للروتس بتاعت البلانت فتغذيها فالبلانت ياخد احتياجاته من الووتر والمينرالز ويبدا عمليه الجرمينيشن للبلانت يبقى اسمه ايه السيستم ده اللي بيحتوي على ووتر place بليس فول اوف ووتر وكونتينز امبورتنت minerals فور بلانت تو جرو اسمه هيدروبونيك هيدروبونيك سيستم هيدروبونيك سيستم فاكرين بقى الصوره دي اللي احنا جبناها في بدايه في بدايه الدرس النهارده وقلت لكم كود وي بلانت with these things? هل نقدر نزرع بالحاجات دي هل نقدر نزرع بس بالبيبر تاول والووتر وسام seeds اه اكتشفنا في الـ في الاكسبيرمنت اللي احنا عملناه في الدرس انه ينفع يبقى احنا زرعنا في السويل وزرعنا برضو في البيبر تاول الاثنين نفع نزرع فيهم هي كل الفكره ان احنا اكتشفنا مع النمو بتاع البلانتس انه في البيبر تاول it will not grow as quickly as in the soil مش هتنمو بنفس السرعة بتاعت ايه السويل يعني في السويل اسرع في السويل اسرع لكن ينفع اه أو ينفع اوكي ولقينا كمان انه ممكن نزرع في الهيدروبونيك سيستم في نظام بقوا بيعملوه دلوقتي في اماكن مختلفه لما نحب نعمل حاجه صناعيه شويه ما عندناش مثلا متاح تربه مش متاح سويل في المكان ده وانا عايز ازرع بقى في مزارع بتتعمل بالهيدروبونيك سيستم في مزارع بتتعمل كامله بمواسير بيوصلوا فيها ميه للبلانت بحيث الروتسي يوصل لها الووتر والمينرالز تمام فتاخد التغذيه بتاعتها وتتزرع يبقى ينفع نزرع يا ولاد وزاوت سويل ينفع تمام طبعا مع اختلاف انواع البلانتس لكن فهمنا من الدرس ان السويل نوت ا بيزك نيد for the plant growth. soil مش من ضمن الاحتياجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده. يعني لما اقول حاجه لازم تكون موجوده يبقى ده شرط عشان ينمو. فشرط يكون في ووتر، شرط يكون في sunlight، لكن مش شرط خالص موضوع السويل، لا في بدايل تانية ممكن استبدل بيها السويل. عندنا كده في النهايه اكسرسايز بسيط انا عارفه ان كلكم هتحلوه حلو قوي، هشوف اجاباتكم في التعليقات. تمام؟ السؤال بيقول pot true or false هنحط بس علامة true أو false قدام كل sentence طيب number one بيقول لي in the beginning of germinating some bean seeds they can grow without soil or sunlight في البداية بتاع germinating يعني لسه في البداية بتاعت الانبات بتاعت bean seeds بذور الفول they can grow without soil or sunlight هل هما ينفع ينمو من غير soil أو sunlight تمام الجملة تتقري كلها عشان نعرف True or False number two all seeds need soil in its initial growth هل كل seeds محتاجة soil in its initial growth تمام في الـ initial growth في النمو الأولي بتاعها في البداية بتاعة النمو نشوف True or False number three the seeds that are put in a soil full of water and minerals Can grow slower than the seeds in a wet paper towel Harris seeds a little hot soil full of water and minerals. Soil Dimalina water minerals can grow slower بتنمو أبطأ to seeds in wet paper towel true or false. Number four If we put seeds in a place containing minerals and water it will grow. if we put seeds in a place لو حطينا seeds في مكان containing minerals and water المكان ده فيه minerals و water it will grow هل هتنمو تمام هو بيقولي انها بتنمو شوف صح ولا غلط طيب Number five. when bean seeds grown in a wet paper towel they need soil after a while لما اجي ازرع bean seeds زي ما شفنا في التجربة كده تمام Grown in a wet paper towel بدأت كده النمو بتاعها في wet paper towel هل بعدين they need soil after a while هتحتاج soil بعد كده تمام نشوف كده إجاباتكم شكلها إيه وهحلها معاكم المرة الجاية في قبل ما نبدأ في ليسون 3 تمام الليسون ليسون 2 بسيط ولطيف تمام نذاكر كده مع بعض نسمع الفيديو ونركز فيه كده تمام وتحلولي الاجابات بتاعتكم ودايما هقول لكم يا ولاد في النهايه enjoy ساينس